لنا شنو قولي شنو وقع. جات البحر حمل المدرسة أنا دايرة لها الترونسبور كيهز من حدا كيهز لي ابن ياسين من حدا الباب وحطهم حدا الباب. جاو البارح ما جاتش عندي البيت، انا في بيت الناس. دخلت عندي اختها وهي ما جاتش، قلت لها مال اختك ما جاتش فازتني، وهي تعيط على قلت لها قول لها شي عندي جات عندي، وانا نقول لها ماك اميره ما سلمتيش عليا. قالت لي ماما راه فيا الجوع، قلت لها وانا نعطيك تاكلي. قلت لها سيري كلشي محطوط طلعت هي. وانا نقول لبنتي الاميره رانيا قلت ليها شنو، قالت لي ماما راه الاستاذ راه قال لك راه الاستاذ تاع الاجتماعيات تشكات ما جابتش الكتاب. وانا نعيط عليها قلت لها ودي عدي ودي سدي. قلت لها اميره ما جبتيش شنو واش درتي بهذا؟ قالت لي صافي ماما راه قالت لي سيرفايور عيطوا عليك. قلت لها ايه راه قالوا راه عيطوا عليا وشنو علاش شنو السبب؟ قالت لي ماما ما ديش كتاب نسيته اول مره كنساه نسيته. قلت لها كتبتي الدرس؟ قلت لها عندك لقى شي حاجه ديال شي درس ما حافظهاش؟ قالت لي ماما سيري احنا كاتبين الدرس باقي ما كملناش. قلت لها وهاتي غدا غادي نمشي للاداره. قالت لي لا راه نهار الجمعه وتكون اجتماعيات. قلت لها لا راه غادي نمشي للاداره غدا والجمعه يحن فيها الله مع مولات الاجتماعيات حتى هي غنتواصل معها. عندك لقاك ما حافظهاش شي حاجه وهي كتخاف بنتي حيت كنضرب على الحفاظة الصراحة نقولها. صافي ولات كترعد جات حدايا بقات قالت لي لا ماما تشوفي وهذاك الكتاب. قلت لها المهم انا نلقى نص درس ماشي مشكل، وين يلقاك ما حافظاش الدرس كامل وما حافظاش غنتفاهم معاك. قالت لي صافي ديك الساعة ماما دوي مشات تعشات صافي ودات. ملي ودات عاوتاني بغات تلبس قلت لها سيري مسي جاكيت طويلة. قالت لي راه ماما راه البرد وادي صافي حتى بغات تمشي باباها غيديها. نزلت عندو طليت انا مع الباب باش نطلع عليها. قلت لها ما اميره السروال اللي لابسه ما عجبنيش طلعي بدلي. طلعت بدلات ومشات مع باباها. دخل بابا المدرسه وصلها دائما كيوصلها انا ما كانش هو نكون انا ما كتخرج بوحدها هذا ماشي المدرسه وصلها ليكور. صافي هذيك حتى في ليكور صافي ملي مشى يجيبها ملي مشى دخل خرج عنده داك السيرفيون قال لي سي عزيز قال لي هادي قال لي راه اميره انا غادي نطلع نشوفها واش ما نزلاتش. ملي طلع قال لي راه ما كايناش صافي هادشي اللي كاين. لا ما تقولهم واش كانت هي اصلا مشات دخلت دخلت قرات دخلت تما كاينه شافوها وعنقت سيرفيون وداك الشيء صافي. دابا تما كاينه ما دخلتش القسم. هذيك الدريه واحده اخرى قال لها داك سميتو داك الاستاذ ديالهم ماشي داك السيرفيون كيكون تما كاينه قال انت غتجيبي ولي امرك. قال الدريه الاخرى ويقول لها انت غادي نعيط لك لباباك. هي بدات بركت حداها وبركت كتبكي صافي. وقلت لها الدريه قالت لها صافي سكتي قالت لها صافي سكتي هي بقات كتبكي خافت صافي خرجات وقيله والله اعلم. المهم مشى هويا ما لقاهاش. لا ما كاينش ايام راه البارح ما كاينش ايام اللي شتيها مخلوعه ما حاولتيش تمشي تشوفي الاستاذ شنو مثلا؟ لا قلت غدا غنمشي. قلت علاش اليوم؟ هي البارح ما ظهرتش. اليوم ما مشيتيش للمدرسه ديالهم؟ المدرسه لا ما ساليتش انا نبت في الزنقه. هذه هي انا اصلا ما كيخرجوش بوحدهم كنمشي معاهم كنجي معاهم تليفون. حدا قالت لي لقيت دارت عيد الميلاد دارت لقيت عندها واحد التصويره لها في الفيسبوك. قلت لها اش درتي فيسبوك؟ انا مانعه عليك علاش درتي الفيسبوك؟ كتقول لي ماما العالم كله داير الفيسبوك وانت حرمتيني منه. كنقول لها ماشي حرمتك راه كنخاف بنيتي ديري بشي حاجه ماشي انا ما بغيتكش ديري الفيسبوك حيديه وصافي انا بغيتك تحيديه. هذا بنتي فما بالك بنتي راه كنخاف على البنات كنشمو غاديين كنقول لهم اجيو معايا انا بحال ماماكم وكنجيو مجموعين من ليكور كنقول لهم ما تمشيش بوحدكم. يا ربي لا راه الاساسيد راه كيحماقوا عليها راه كيبكي والاساسيد كيبكي وعلى قال لك دريه درويشه.
ويا ربي يا ربي يا ربي تشوفي. ما طاح لي والو، تلفت ومشيت. هي الخوف فيها، هي كتخاف بزاف، خافت دابا، خافت مني. صافي انا اميره، لا شتيني بنتي ولا حاجه، راني ما تخافيش مني، جي بنتي، بغيتي تليفون غنديرو لك. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.